kuwa na furaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumar, wataongozwa wale waliomcha Mola wao kuelekea katika pepo ya Mwenyezi Mungu zumar, makundi kwa makundi. Assalamu alayka. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحب تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله بابيسا Nipongeze sana mwandaji wa shughuli hii, ametusurprise. Hali hii ingekuwa next ingekuwaje? Tutaenda kunywa chai kwenye ndege. Na wapi? Alafu na chengine shambe ni kutobolea siri. Shughuli yote sijapewa bajeti na kwa tunafadhiliwa sisi. الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله